أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا متابعي طقس العرب في السعودية. نهار اليوم يتوقع أن تسود أجواء غير مستقرة في بعض أجزاء من المملكة، تحديدا فوق منطقة حفر الباطن، أجزاء من القصيم وأجزاء من المنطقة الجنوبية الغربية وأيضا أجزاء من الرياض، حيث نهار اليوم يتوقع أن تكون الفرصة مهيئة لهطول بعض زخات الأمطار في العاصمة الرياض، خاصة خلال ساعات الصباح مع 21 درجة مئوية. كما ذكرنا هناك فرصة لزخات خفيفة من الأمطار الملموسة 21، الرطوبة مرتفعة 65%، أما الرياح تكون غربية معتدلة السرعة. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية سكاكا 19 إلى 8، عرعر 17 إلى 6، وتبوك 21 إلى 8 مع طقس مستقر بشكل عام. المنطقة الغربية نبدأ بالمدينة المنورة 28 إلى 19، جدة 34 إلى 22، مكة المكرمة 33 إلى 22، والطائف فرصة لزخات من الأمطار 23 إلى 14. بالنسبة للمنطقة الجنوبية الغربية، أبها 21 إلى 10، الباحة 19 إلى 12، وجازان 29 إلى 6. بالنسبة للمنطقة الشرقية، الدمام طقس غائم جزئي 22 إلى 13، حفر الباطن فرصة لزخات من الأمطار 17 إلى 9، والإحساء 21 إلى 11. بالنسبة للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض فرصة لزخات خفيفة من الأمطار 21 إلى 11، بريدة 19 إلى 13، وحائل 16 إلى 8 درجات مئوية. إلى هنا تنتهي نشرتنا، إلى اللقاء.